بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبدأ معكم حصة اليوم بدرس متعلق بصورة الحديد، الشطر الثاني من مدخل التزكية. لا تنسوا أبنائي كتابة هذا الشطر في دفتر الدروس، ثم تتبعونه بالقاعدة التجويدية، ثم بشرح المفردات المتواجدة بكراسة التلميذ والتلميذة. نبدأ على بركة الله. رأينا في الشطر الأول من سورة الحديد مجموعة من الآيات تدل على قدرة الله تعالى العظيمة المتجلية في مخلوقاته وقدرته على الإحياء والإماتة، وأيضا دعوته سبحانه إلى الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا حثنا على الإنفاق من المال الذي جعلنا مستخلفين فيه. وتعرفنا أيضا على بعض أسمائه الحسنى وعلى حال المنافقين والمؤمنين يوم القيامة وجزاء كل منهما. سنحاول من خلال هذا الدرس التعرف على مجموعة من الأشياء. أولا سنتعرف على قاعدة تجويدية، وهي قاعدة الإخفاء وكيفية توظيفها عند تلاوة القرآن الكريم، وكذا سنحاول استخلاص المعاني والأحكام والقيم من الآيات. الإخفاء يندرج ضمن أحكام النون الساكنة والتنوين، فالإخفاء هو الستر، وفي الاصطلاح هو النطق بالنون الساكنة والتنوين وسطا بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة. حروف الإخفاء 15 حرفا، وهي موجودة في أوائل كلمات هذا البيت. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. ومن أمثلة ذلك أن تخشع، عند، من قبله، أجر كريم، تكاثر في الأموال. أنتقل وإياكم إلى الشطر المدروس من الآية 13 إلى الآية 20 من سورة الحديد. سنجزئ الآيات حسب المعنى. أترككم الآن مع قراءة عطرة للآيتين 13 و 14 من هذا الشطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. من خلال تأملنا لهاتين الآيتين يتبين لنا أن المنافقين عندما رأوا نور المؤمنين يمشون به وهم قد انطفأ نورهم بقوا في ظلمات حائرين، فقالوا للمؤمنين أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي به لننجو من العذاب، فكان الرد ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور، أي بحائط منيع
له باب باطنه فيه الرحمة وهو يخص المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب وهو يخص المنافقين. فنادى المنافقون المؤمنين فقالوا لهم تضرعا وترحما: ألم نكن معكم في الدنيا نقول لا إله إلا الله، نصلي ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم؟ فيجيب المؤمنون: بلى، كنتم معنا في الدنيا وعملتم في الظاهر مثل عملنا، ولكن أعمالكم أعمال من غير إيمان، لم تكونوا صادقين في أدائها، بل فتنتم أنفسكم وشككتم في خبر الله الذي لا يقبل شكا، وغرتكم الأماني الباطلة حيث تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين، حتى جاءكم الموت وأنتم بتلك الحالة الذميمة، وغركم الشيطان وزين لكم الكفر وصدقتم خبره. فاليوم لو افتديتم بمثل الأرض ذهبا لن تقبل منكم، فمستقركم النار هي التي تتولاكم وتضمكم إليها. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله سبحانه وتعالى يعاتب المؤمنين ويقول لهم: ألم يحن الوقت بعد أن تلين قلوبكم وتخشع لذكر الله أي القرآن؟ وضرب لهم المثل بأهل الكتاب فقال: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب ثم نسوه وطال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة فاضمحل إيمانهم وقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لذا أبنائي، فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله، ولا ينبغي الغفلة في ذلك، فإن ذلك سبب لقسوتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. الله سبحانه وتعالى خاطب في هذه الآية العقل، وتقول: الذي أحيا الأرض بعد موتها. نعم، الله سبحانه وتعالى بين للإنسان بأنه يحيي الأرض بعد موتها، والذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم ويجازيهم بأعمالهم، والذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي هذه القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله. بمعنى أن هذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتدي بآية الله تعالى. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآيات أصناف الخلق: المصدقين، المؤمنين، الصديقين، الشهداء، أصحاب الجحيم. فالمتصدقون هم الذين كان جل عملهم الإحسان، والصديقون هم الذين كملوا مراتب الإيمان، والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الحق وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلوا.
وأصحاب الجحيم هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله. بماذا أخبرهم الله بعد مناداته لهم يا ترى؟ ماذا قال لهم؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله سبحانه وتعالى أخبرهم عن حقيقة الدنيا وأكد لهم بأنها لعب ولهو تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب، وضرب لهم مثالا على ذلك وبين لهم أن العذاب الشديد يكون في النار والمغفرة تكون طريقا للجنة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله سبحانه وتعالى ختم هذا الشطر بأمر، وقد أمر المؤمنين بالمسابقة إلى المغفرة والسعي بأسباب المغفرة، وأن فضل الله تعالى بالتواب الجزيل والأجر العظيم من أعظم مننه على عباده وفضله، وبذلك يكون الله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. وكمعنى إجمالي لهذا الشطر نقول دعوة الله عز وجل عباده المؤمنين إلى أخذ الموعظة من القرآن الكريم ليحصل الخشوع لقلوبهم، وتحذير الناس من الاغترار بالدنيا ونعيمها، مع حثهم إلى المسارعة إلى أسباب تحصيل المغفرة للفوز بالجنة، وبيانه أن كل ما يحدث في هذا الكون مسجل عنده في كتاب. كمعاني جزئية للشطر القرآني، بيان الله تعالى حال المؤمنين يوم القيامة وحال المنافقين الذين غرتهم الأماني الباطلة حتى جاءهم الموت. بيان الله تعالى قدرته من خلال إعادة إحياء الأرض الميتة بالغيث وإحياء القلوب بالقرآن الكريم. الدعوة إلى الإنفاق وجعله قرضا حسنا يستفيد منه صاحبه، مع التأكيد على أهمية التصديق بالله وبرسوله نيلا للأجر. وكختام التنبيه إلى عدم الاغترار بالدنيا وتعظيم الآخرة، والحث على المبادرة إلى الخيرات وأعمال الخير. كنهاية لهذا الدرس نستخلص أهم الدروس والعبر المستفادة. هناك الخضوع، وهو قيمة مستفادة من هذا الدرس، والخضوع من صفات أهل الإيمان. قسوة القلوب دليل على الغفلة عن الله سبحانه والإقبال على المعاصي. تجديد الإيمان بالذكر والعمل الصالح. ومن العبر أيضا الإنفاق في سبيل الله المقرون بالإيمان من أسباب النجاة يوم القيامة. والإنفاق في سبيل الله باب للتقرب من الله سبحانه وتعالى. الدنيا متاع زائل، ولكنها يمكننا جعلها مزرعة للآخرة. القرآن الكريم يلين القلوب ويحييها. وكقيم مستفادة من هذا الدرس
نقول: هناك الإنفاق والخشوع والتواضع وتعظيم الآخرة والتوحيد والإيمان والمحبة وغيرها من القيم. كتقويم إجمالي، بين أهمية الإنفاق في سبيل الله، وهذا تمرين تعدونه في المنزل. استخرج من النص آية لها معنى مشابه للآية التالية: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قارن بين المؤمنين والمنافقين حسب الجدول التالي، بمعنى املأ الجدول بما يناسب انطلاقا من هذا الشطر: المؤمنون في الدنيا في الآخرة، المنافقون في الدنيا وفي الآخرة. وكأسئلة للإعداد القبلي للدرس المقبل: الحفظ المتقن لآيات هذا الشطر، واستخلاص مضامين النصوص من الآيات 21 من سورة الحشر و15 من سورة الحديد. أذكر أسماء أخرى للقرآن الكريم، وماذا أقصد بتدبر آيات القرآن الكريم. بهذا نكون قد أتممنا درس سورة الحديد الشطر الثاني من الآية 13 إلى الآية 20. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تم بحمد الله، والله ولي التوفيق.